سلام البنات، أنا هبة، مرحبا بكم في قناتي. هذه أفضل الخلطات المسائية التي ترطب وجهك وتزيل الخطوط التعبيرية منه، هي بمثابة بوتوكس طبيعي للوجه، تجعلك تتحصلين على بشرة صحية ومتوهجة ومشرقة. أعطيكم اليوم وصفات ليلية تستعملوها مساء تجعل البشرة مشدودة ولامعة مثل الكريستال، بيضاء صافية لامعة. يوم بعد يوم تلاحظون وجود تجاعيد وخطوط رفيعة وتشققات في البشرة، لذلك ضروري من الترطيب يوميا كل ليلة. أحضرت لكم أنواع من الكريمات الليلية المرطبة للوجه والمزيلة لتجاعيد وخطوط البشرة وعلامات تقدم في السن وجفاف الوجه. الكريم الأول لكم الاختيار في العنصر الأساسي، زيت جوز الهند. استعملوا نوعية زيت جوز الهند المتواجدة عندكم، أهم شيء تكون من مصدر موثوق منه، مثلا هذه أو هذه. هذه أهم شيء تكون زيوت أصلية. أنا راح نستعمل هذه أورغانيك بيو، لأني سوف أعتمد هذا الكريم في ترطيب بشرتي طوال فصل الشتاء، لذلك سوف أختار زيت أورغانيك ذات جودة عالية بيو. تباع الزيوت الأصلية الأورغانيك البيو عند الباغا فارماسي شبه الصيدلية، المحلات التي تبيع الزيوت البيو المستوردة، وتباع زيوت جوز الهند أيضا عند العطار. 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. مدينتي باردة وهي تجمد في الفصل البارد وتذوب وتصير سائلة في الفصل الدافئ. نضيف لها جل الألوفيرا، جل الصبار. نضيف ملعقة كبيرة. إذا كان جل الألوفيرا لا يتوفر عندك، بإمكانك تعويضه بجل النبتة. نضيف كبسولات الفيتامين اي، لافيتامين او، الفيتامين ها، او زيت الفيتامين اي، لافيتامين او، الفيتامين ها. هي زيت عضوية اورغانيك اصلية. اذا كان غير متوفر عندك زيت الفيتامين اي، بامكانك استبداله بزيت اللوز بحلو، او زيت الزيتون، او زيت الجليسيرين، او الجليسيرين يرطب وناعم على البشرة، وهو مادة حافظة اللواتي يتوفر عندهن هذا الزيت يضيفنا. بإمكانكم تعويضه بكبسولات الفيتامين اي. نضيف ملعقة من زيت الورد. زيت الورد يعطيكم الترطيب والتفتيح في نفس الوقت. بإمكانكم تعويضه بزيت اللوز بحلو، مقدار ملعقة. سأضيف أيضا زيت الخروع. وملاحظة، أي نوع من الزيوت كانت غير متوفرة عندكم استغنوا عنها. كل ليلة بعد إزالة المكياج طبعا طبقي هذا الكريم على الوجه. بإمكانكم تطبيقه أيضا على دائرة العينين، على الرقبة، على اليدين.
هو مرطب طبيعي مكافح للشيخوخة وعلامات تقدم في السن، وفي نفس الوقت يعطيكم التفتيح لأنه فيه زيت الورد، وزيت الورد معروف عنه أنه مفتح للون. طبقوه بطريقة المساج من الأسفل إلى الأعلى وبالطبطبة على دائرة العينين بلطف لأن المنطقة ناعمة وحساسة جدا. هذا فيما يخص الكريم الأول. ننتقل الآن إلى الكريم الثاني. الكريم الثاني نحتاج إلى زبدة الشيا، تباع عند العطار، من أصل إفريقي من السنغال أو مالي أو جنوب إفريقيا. اشتروها من عند العطار يكون ثقة، تكون خام بيور ليس فيها إضافات. وزبدة الشيا من شجرة الشيا، تستخرج من شجرة الشيا، يعني هي زبدة نباتية. بعد أن أذبناها في حمام ماء ساخن نأخذ منها مقدار 4 ملاعق كبيرة. نضيف لها 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. وملعقة من زيت الجليسيرين النباتي طبعا، أو الجليسيرين. هذا الكريم خاص بالبشرة الجافة، لذلك بإمكانك إضافة زيت الزيتون أيضا. إذا لم يتوفر عندك زيت من هذه الزيوت استغني عنه. الكريم صالح حتى تنتهي الكمية. كل مساء بعد تنظيف البشرة ادهنيه على الوجه كامل، على الرقبة، بمساج من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية. لا ننسى الطبطبة على دائرة العينين، ندهن بالطبطبة على دائرة العينين لأنه المكان حساس جدا. ادهنوه حتى تتشرب البشرة تماما. غبوه في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف. هو فعال جدا في ترطيب البشرة وحماية الوجه من علامات الشيخوخة والخطوط، ويرطب أيضا. والإضافات اختيارية، بإمكانكم استعمال زبدة الشيا وحدها دون إضافات. هي تعتبر مرطب طبيعي للبشرة، تعتبر برايمر طبيعي للوجه قبل المكياج، وتعتبر أيضا واقي شمس طبيعي أيضا قبل الخروج من المنزل. إذا يعني لم تعجبكم رائحة زبدة الشيا اللاذعة قليلا، بإمكانكم إضافة قطرات من أي نوع زيت عطري مفضل عندكم. ضيفوه. الترطيب ضروري للبشرة خصوصا في فصل الشتاء، لأنه عدم الترطيب يؤدي إلى جفاف الوجه، في أذى كبير للوجه. لذلك ضروري من الترطيب، ترطيب البشرة والرقبة واليدين في فصل الشتاء لتفادي وجود الخطوط والتجاعيد وعلامات تقدم في السن، لأنه جفاف البشرة يتحول فيما بعد إلى تجاعيد. إذا لم تكن متوفرة عندكم هذه الكريمات استعملوا ماء الورد، مقدار من ماء الورد في قنينة، وضيفوا له زيت الجليسيرين أو الجليسيرين ملعقة، وخذوا القنينة جيدا ورطبوا البشرة بها. طريقة هذه كذلك رائعة في الترطيب. أهم شيء لا تنسوا ترطيب البشرة يوميا. هذه هي أفضل الكريمات الليلية التي يمكنكم أن تستخدموها على الوجه للحصول على بشرة صحية ومتوهجة ومشرقة وناعمة بدون تجاعيد في غضون أسابيع قليلة. وجميع مكونات هذه الكريمات طبيعية وليس لها أضرار جانبية. أشكركم على الثقة وعلى التواجد الراقي في قناتي. أتمنى تعملوا لي لايك وشير للفيديو لتعم الفائدة. كذلك حبيت أخبركم أنه عندي إنستغرام وصفحة على الفيسبوك، نتمنى تعملوا لي متابعة. أترك لكم الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. فضلا وليس أمرا حبيباتي، شكرا بزاف والسلام.